مرحبا، يسعد لي صباحكم. كل اوقاتكم متابعيني الكرام. وصفتنا اليوم فطاير البطاطا والخضار، وبدون عجينة وبدون عجن. وصفة جدا سهلة وكتير كتير طيبة، وبصراحة بتستحق التجربة، وطعمها فوق الوصف. تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل. المقادير على الشاشة وتلاقون كمان بصندوق الوصف. أول مرحلة منحضر الحشوة، ومنسلق البطاطا، ومنحتاج لأربع حبات بطاطا مقشرين مقطعين. ومنغطي البطاطا ومنتركها حتى تستوي كتير منيح. ومنختبر البطاطا ولازم تستوي بهذا الشكل. وهلأ منرفع البطاطا المسلوقة، ومنهرسها مباشرة وهي سخنة بالشوكة. وهيك صارت جاهزة، ومنحطها على طرف. ومنحط بطنجرة ملعقتين زيت، وبصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم، ومنقلب شوي حتى تدبل البصلة. وبس تدبل البصلة منضيف عليها كوب بازيلا وجزرة مبشورة، ومنقلب حتى تستوي الخضار شوي. وهلأ منضيف البطاطا المسلوقة والمهروسة، ومنضيف كمان ملعقتين كبار زبدة، وملعقة صغيرة ملح، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود وفلفل أحمر. وممكن تضيفوا أي بهارات انتو بتحبوها. ومنقلب حتى تنخلط المكونات كتير منيح، ومنعدل الملح حسب الرغبة. وهيك تمام، وصارت الحشوة روعة. بنرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد. وهلأ بنحتاج للحشوة اللي حضرناها ولجبن موزاريلا، وبنحتاج كمان لتوست، وبنحتاج للزق لخليط مكون من طحين ومي. ومنبدأ بالتشكيل، ومنقطع أطراف التوست بهاي الطريقة. وطبعا ما بنرمي أطراف التوست، منحطهم بالصينية ومننشفهم ومنطحنهم، ومنستخدمهم كبقسماط، ومنغلف فيهم الاسكالوب والنجت والبروستد وعدة وصفات. وهلأ منرق التوست بهذا الشكل. ومندهن أطراف التوست بخليط الطحين والمي. ومنحط كمية من الحشوة وشوي من جبن الموزاريلا، ومنطويها بهاي الطريقة، ومنسكر الأطراف كتير منيح. وطبعا خليط الطحين والمي هو اللي بيلزقن بشكل روعة. لاحظوا الشكل كيف صار. ومنشكل قطعة تانية. وطبعا ممكن تحطوا الحشوة اللي بدكن اياها، وممكن كمان تلفوها رول بهاي الطريقة. ومنسكر الأطراف، والطريقتين كتير سهلين، ممكن تختاروا اللي بتريحكن. وهيك صارت جاهزة، ولاحظوا الشكل كمان. ونحطهم بالصينية والتسكيرة لفوق حتى ما يلتزق القطع بالصينية. ومنقليهم بزيت غزير وسخن.
ومنقلب شوية ونتركهم حتى يتحمروا تماما، وبس يتحمروا بنرفعهم على مصفاية أو محارم مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزايد. وهيك صاروا جاهزين والريحة روعة، ولاحظوا شكلهم من جوا كمان مقرمشين من برا، ومن جوا الطعم رهيب كتير كتير، وانصحكم تجربوهم. وهي قطعة تانية كمان عن جد طعم خرافي. ومنحطهم طبق تقديم ومنرش عليهم رشة بقدونس، وبيتقدموا مع الكاتشب أو الخردل أو المايونيز. وصحة وألف عافية. وهيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكن، ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وبشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي.